مع بعض. انا كنت قلقانه، لازم اقول ان انا كنت قلقانه، معلش يا جماعه، ان انا هدرس سبجكت كتيره مع بعض، ما كنتش متاكده ان الدنيا هتبقى تمام، بس الناس بصراحه كانوا فوق التوقع، وكانوا الاداره كمان كانت بسم الله ما شاء الله يعني متجاوبه جدا، ووفروا لنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها. يعني لو احنا عندنا 50 مدرسه زي دول في مصر، مصر هتبقى في حته ثانيه بجد يعني. والتيتشرز بسم الله ما شاء الله، الستاف كله كان حاجه فوق توقعاتي. انا كنت قلقانه جدا بالذات في الكورس بتاع الاونلاين، لان ده بالنسبه لنا احنا دايما بيبقى تشالنج ان احنا نعمله في وقت مضغوط، لان الكورس تقيل وهو ديزاين، مش بس ان الناس هتستعمل الكورس كده وخلاص، لا ده كورس ديزاين بجد وكورس تقيل، فان الناس تستوعبه وتقدر تعمله. بس هم بسم الله ما شاء الله كانوا قدها وقدود، وعملوا حاجات حلوه جدا، وكانوا فيري كرييتيف، وكانوا ملتزمين، وعملوا حاجات في حتت كده عدوا اللي انا كنت متوقعاه وعدوا اللي انا كنت مستنياه. فانا بشكرهم جدا، وبشكر الاداره جدا انها يعني وفرت لنا كل حاجه، ووفرت لهم التدريب ده، فيا ريت مدارس مصر كلها تبقى كده. فشكرا جدا. الفكر بتاعنا دايما اللي احنا بنقوله يا جماعه لازم نقود، ومش هنقود الخاطره بتاع المايو بس، لما قعدنا مع بعض الاجتماع اللي فات بنقول لا عايزين ناخد قانون القاهره بالكامل. اتمنى يا رب التوفيق لينا كلنا. حقيقي انا مبسوط من الكلام اللي الدكتوره قالته، بشكر كل الناس على اجتهادها، عارف ان الناس تعبت، بس ربنا يوفقكم دايما تبقوا احسن، ونفضل دايما عند حسن ظن اي حد بيتواجد في مدرستنا، هو دايما يبقى حاطط توقع، لا احنا بنعدي التوقع ده بالنسبه لهم ان شاء الله. فمتشكرين ليكم جدا، وبالتوفيق دايما يا رب ان شاء الله. ونشكر طبعا Thank you.
شكرا جدا لجميع المدرسات، شكرا جدا للتوفيق يا رب ان شاء الله.